تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الإنسان طبيعته إذا كان مسالم ولا يطمح لحاجات كثيرة ما يقدر أنه يتقدم في حياته. فأنا كتبت أبيات عن هذا الموضوع. قلت: الطموح اللي بصدرك ما يثور، الطموح اللي بصدرك ما يثور، غير بالهمة وبحدود النظام. أستاذ عبد الإله، إذا تسمح لي أنا ما أبغى أسمع قصيدة. خلني بكمل. لا، هي بيتين بس. لا، عطني شيء ثاني. مرة حق. ما احنا ملينا من القصايد وانا شيد وزي كذا. هي القصيده لها حكمه. ما هي قصيده بعد. حكمه قصدك؟ ايه. مشكلتنا ما نحب الحكم. هذه ما نحب الفائده. هي ما هي. طيب وش فائده البرنامج اذا ما تحب الحكم؟ ما انا بالنسبه لي انا لا اتيت الى هذا البرنامج ليقدم اي فائده. بالنسبه لي انا. ممتاز. وانا مثلك ترى. ممكن ابو نايف. عشان كذا احنا ما نطلع في الشاشه كثير. يعني هو ساعه يخلونا نقدم فقرتنا ونمشي. يسلك ولنا قالوا اطلع على الهواء بس. يعني ترى احنا زايدين من باب الناس الحرب. يعني قامه هو رمز رموز برامج واقع جابوه قالوا هذا رمز لازم يطلع بس كذا ما يكتمل البرنامج. يسلكوا لي فشلنا شيء غير الحكم. ما نبي نسمع قصيده. طيب اكمل الكلام اللي قبل القصيده. لا حكمه بعد غيره اي شيء ثاني. نفس الكلام. طيب يا اخي احنا لجنه يا اخي. وش اقول نكته يعني ولا شو اقول نكته؟ انت ايش دورك الحين؟ لجنة. عضو لجنه صح. وانا عضو لجنه. عضو اللجنه ما يقاطع الشخص لين يخلص موهبته. ما جاز يخلص المعلومه. احنا ما نحب زي اللجان الثاني. احنا نحب نقاطع. عطنا نكته. ام عيان سم. انت فيك حاجه حلوه الصراحه انك لكيع ولكعتك حلوه يعني مقبوله. الله يطول عمرك. لكن تسقط علي انا يعني. لا وناصر ناصر لبق يعني انا القبل صفر عندك. لا لا بالعكس. ليه مدحت فهد وما مدحتني؟ انا كنت ناوي اكمل بس معلش. انت انا اسف. انت محروم من البث نص ساعه. اسف. يلا يعطيك العافيه. حياك الله. كيف يمدح قدامي وانت ساكت؟ الحق المفروض يمدحك بعدين يمدحني من باب الاستدح يعني. فهد انت محروم من البث نص ساعه. الحين يمدحك وتسمع وانت ساكت مبسوط؟ ضحك علي. لا فهد معلش انا اسف. تفضل. اسف. تفضل محروم من البث. فهد تدري ما ابغاك تطلع برا البث، ابغاك تقدم لي موهبتك. تفضل. خلني اقيمك.